يمكن التنمر هو واحد من المشاكل الكبيرة اللي حاليا بتواجهنا في المجتمع السوداني. شفنا مدى يعني ضخامة الفكرة, فكرة التنمر بالذات في السوشيال ميديا, يعني بصورة عامة كده في مواضيع كثيرة جدا اللي بتشغل المجتمع بصورة عامة. التنمر بتتشعب منه أشياء كثيرة جدا, منها العنصرية, منها المشاكل الشخصية, منها يعني أشياء كثيرة جدا هي بتنضوي تحت دائرة التنمر. ده كان استطلاع عن التنمر وراء الناس عن التنمر بصورة عامة. شخصية شغلت يعني ساحة الاعتصام والمواكب الهادرة, هي كانت اللي كانت بتخرج ضد النظام البائد. يعني الشخصية دي معروفة لكثير من الناس, شفنا صورة في السوشيال ميديا والناس اللي كانت بتطلع مواكب شافوا الشخصية دي كانت موجودة. احنا عندنا فيديو, نمشي نشوف الفيديو ده اول عن الشخصية دي وبعد ذاك نجي نتعرف على داخل الاستوديو. بدماء الشهداء مروية, يمكن يكون يعني دم الشهيد ده هو الشوكة اللي لسه قاعدة موجودة كده في غلب كل سوداني. يعني دم الشهيد ما راح, دايما نقول الكلام ده ونحن لسه مصرين عليه انه يعني لازم يتم القصاص من قتلة الشهداء. الشخصية شفناها في الفيديو ده ذهب مان, كثير من الناس اللي بيعرفوا ذهب مان, والفكرة يعني تحديدا كان في المواكب الناس كانت بتهتف ده ذهب منه, ده ذهب السودان, سرقوا منه, سرقوا كيزان. دي كانت الهتافات في المواكب وفي الاعتصام, اعتصام القيادة العامة. ذهب مان الليلة قاعد معانا في الاستوديو, الشاب الجميل محمود محمد عبد الله, صباح الخير عليك. صباح النور عليك وصباح النور على كل المشاهد المشاهدين والمجد والخلود للشهداء الوطن. أفرح الله تنزل عليك. كيف أصبحت تمام؟ والله الحمد لله بخير وعافية, مدام الوطن بخير وعافية نحن دائما نكون إن شاء الله بخير وعافية إن شاء الله يا رب. محمود البريني, الفكرة دي انت يعني الشخصية دي انت خلقتها كيف من البداية كده؟ الفكرة دي كانت يوم 17 أبريل بعد ذاك وداد طلعت منشور في صفحتها قالت والله أنا قاعدة في جوا والتعامل هناك تعامل جميل وأصغى بأن الشعب السوداني ما حيلمس شيء من ممتلكاتي أو ممتلكات زوجي. الحاجة دي كانت بالنسبة لنا كان مستفزة شديد ونحن قاعدين في ساحة الاعتصام. حاولت أن أرد لوداد لكن كيف أن أرد بيرد يقدر يصل وداد, وكان في نفس الوقت كان عندي شخصية الوقت ده كان الشخصية ما اسمها ذهب مان, كان اسمها الرجل الذهبي أو جولدن مان. يلا قلت طيب أنا استخدم الشخصية دي عشان أقدر أرد لوداد. فعلا استخدمت الشخصية يوم يعني أنت كان عندك رد عاوز توصله كنت رد ليصل وداد عشان تعرف إنه كلامك قالته عكس الكلام اللي إحنا قاعدين نعمل فيه. بعد ذاك يوم 18 أبريل طلعت أول ظهور لذهب مان والحمد لله يعني كويس إنه الناس اتداولت الموضوع ومتأكد 100% انه الفكرة دي وصلت لوداد. اتفاعلوا معه شديد يعني. اتفاعلوا معه شديد تحديدا كده الفكرة جاتك يوم 17 يوم 18 انت كنت في المواكب ذهب مان وفي يوم 18 طوالي صحة الاعتصام عملناها بتاعت الفكرة بتاعت ذهب مان. بعد ذاك كان يوجد دورية كل يوميا بنعمل الفكرة بتاعت ذهب مان من الساعة 3 لحد الساعة 10 بتلفوا في الاعتصام في ساحة الاعتصام. يلا من الساعة 3 لحد الساعة 10 انا ما حقدر احدد لكن مجرد ما أنا طلعت باللون الذهبي الشباب كان يعني مشجعين للفكرة وحابين الفكرة شديدة بيرفعوني فوق, مجرد ما يطالعوا يرفعوني فوق.
تاني لا بشرب مويه لا كل عمليه حي لحد الساعه من الساعه 4 الساعه 3 من الساعه 3 لحد الساعه 10 ما في حي بس بكون مرفوع فوق بس. تنزل تحت لا لا وقول لي بدي لي المويه فوق يا جماعه انا فوق حامل اللون اشرب كيف لا لا يا حد اشرب ما قاعد اشرب يا مشينا في حته كده يعني شويه من زحمه الناس حشرب المويه ونزل لهم كريستال تحت يعني كانت ايام سمحه لكن والله كانت نهايتها مؤلمة شديد. تفضل على الصفا كان مؤلم جدا. كانت مؤلمة مؤلمة. لسه أثر ما زالت موجودة يعني. يا محمود نعم لحد الليلة. وآخر أثر كان بالنسبة لي قصي. يعني دي. هو ده الكلام اللي عاوز أقول يعني إنه أثر الاعتصام لحد الليلة يعني موجودة وما زالت يعني لسه في مفقودين لسه في ناس ما عارفين حيين ولا ميتين. يعني ربنا يرحم شهدائنا كلهم يا رب ان شاء الله ان شاء الله والله ونحن بنقول لهم والله ما حنساكم ولا حننسى زول فيكم ودائما انتوا قاعدين في نظرتنا الاولى ونحن دائما قاعدين في الشارع وما بنرجع ولا بنتخشى اي زول قتل زول يتعرض لزول حيتحاسب حيتحاسب اذا ما يتحاسب احنا اصلا ما في لا داعي اصلا نكون قاعدين اصلا في الحياه طيب محمود انت ما حاولت نهائي تكشف شخصيتك نهائي كده ما حاولت ما حاولت بقدر الامكان في ناس اسمه شالوا الصوره العاديه و ويتكلموا عنا والاصدقاء مع الصوره برضه في مواقع التواصل الاجتماعي في صورتك انت ولا الصوره ب الصوره العاديه الصوره العاديه والصوره بتاع دهب مان برضه كان كشف عن شخصيه دهب مان وكده برضه كانت دي نقطه برضه بتاعت محاوله كشف لشخصيه دهب مان وكده الصوره كانت صورتك ولا ما كانت صورتك كانت صورتي فعلا ال يعني الهتافات اللي كانت مربوطه تحديدا كده بشخصيه دهب مان في صحة الاعتصام الهتافات أول هتاف كان دهب منو دهب السودان السرق منو سرق الكيزان ده كان بداية الهتاف كده يلا الوقت ده كنت عامل اللون ولا أنا عامل اللون لا بتكلم مع زول لا حاجة ممكن أشر بس لكن ما حتكلم مع زول في واحد بس عارف الهتاف اللي انا مفترض انا طلعت بيه انه شنو ده ذهب منو ده ذهب وداد السرقه منو سرقته وداد بعد ذاك بقى انه شنو يهتف بالهتاف انه ده ذهب منو ده ذهب وداد السرقه منو سرقته وداد بالهتاف ده بعد ذاك الهتاف اتداول شديد اكثر من مكان انه كان الهتاف يقول انه ده ذهب منو ده ذهب السرقه منو سرقه الكيزان اتداولت بالفكره بتاع دودات واصلا دي الفكره ذات اتعممت انه ذهب من الذهب السودان السرق ومصر يعني فكره اتعممت ذات تحديدا كده معدن الذهب كده يعني بقدر الموضوع كده هو جزء الناس بيعتبروه من الحقوق اللي المفروض ترجع للمجتمع السوداني اوكي الفكره بس الفكره الان الفكره اتطورت اكثر وبقيت المفهوم بتاع اكبر واكبر يعني أسي نحن الزميل أروعي أروع تفضلي محمود جاهز لأن يمكن يكون تفضلي لي كده شوية دقائق كده قبل ما أختم طبعا أنا عادنا. يعني الشمال مش حارقني ومبسوطة شديد أنا اللي ممكن أعزمكم عاوز تكشف الشخصية أول حاجة عاوز أسألك سؤال أوكي الذهب ده متين حينزل يا أخي الناس دي دايرة تعرس والله الذهب حينزل في الايام الجايه دي عملنا مظاهرات اخر مره الاسبوع اللي فات شايف في في نزول في الذهب بطريقه جميله جدا جاهز جاهز اروح عايز تكشف الشخصيه ارفع لك فوق ولا انزل لك تحت طيب نقول بسم الله طيب تمام اوكي لا انا حرفع لك اوكي 1 2 ترن الحمد لله على السلامة المجد والخلود للشهداء يا شباب مجد والخلود تنزل عليهم يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله شاركت في 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 يعني مواكب تشجيع جثمان الشهيد قصي اجرب الموكب بتاع تشجيع جثمان الشهيد قصي كان عندي جلسة علاجية كان عندي جلسة علاجية ما قدرت امشي اصل بغالي يعني ربنا يعافيك ان شاء الله كده انت في كم حاجه كده فاتت على كده انه كان بسبب بيكون عندك جلسه علاجيه جلسه علاجيه حتى كان برضه في جلسات علاجيه قاعد افوتها الفتره اللي فاتت لكن الدكتور اتكلم معي ما صح انك تفوت الجلسه العلاجيه دي لان هتتضرر ثاني اهم حاجه الصحه يا محمود كده ان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه كده وروح تلعب بالتنام بتاعك اشيله معي خلاص ذهبيه ما عندي قد بعدين الزول بيكون كده مبتسم ما متعب نفسه نهائي ذهبية ومن ذهبية
تتلاقيش. شكرا. يعني يمكن يكون فضت تسام القيادة يعني تعدى الأربعة أشهر حاليا كده طبعا. لسه أثاره موجودة ولسه أثاره حتكون موجودة لأنه في أسر كثيرة جدا لسه أبناء مفقودة. يعني الاعتصام ده هو يعني حتى إذا كل المفقودين يتلقوا يعني حيكون كده دولة كده كده قاعدة مزروعة في كل الناس اللي كانت مشاركة في الاعتصام واللي كانت شافته. يعني الحصل في السودان في الشهور الفاتت ما في زول بينساه وما في زول بيقدر يتخطاه. ربنا يرحم كل شهداء. اللهم امين يا فريد. صنعوا التغيير وصنعوا التغيير ما كان في زول مؤمن بيه يا روح. صح. الاسبوع الفات كمان احنا كنا بنحتفل بذكرى شهداء 2013 وكمان فضل الاعتصام الناس عوضت كل المشاعر والشوق الكبير لنا بعد ما تفضى وبعد ما الحلم بقى يعني رجع يبقى حلم تاني بس ان شاء الله احنا مكملين. كان في يوم بعد الذكرى 2013 لي الشهداء انه نعمل لهم يوم مميز نعمل يوم نكرم فيه كل ام يبقى ذكرى حلوه ونعيد فيه الدوله الرائعه الراقيه بتاعت الشباب شباب 30 سنه من الوجع ومن الفقد ومن المعاناه طالبوا بحاجاتهم. كل الشباب الحلوين اللي معانا الليله في الاستوديو برضو رافعين شعار النصر ان شاء الله حننتصر وان شاء الله حنكمل. دهب مان وكثير من الشباب اللي كانوا بيمثلوا لنا الثوره كل واحد في البيت هو ثوره بحد ذاته. لو نحن كملنا ونحن طورنا في نفسنا بكينا بس مسحنا دموعنا وكملنا في طريقنا وطالبنا ونزلنا الشارع بنطالب لسه بالعداله وبالحريه وبالسلام يا فريد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصل ان شاء الله كده يعني. والتغيير اللي حاليا يعني كل المجتمع بيحاول يخلق فيه كده ان شاء الله ده السودان احنا بنتمناه للجيل الجاي. يعني احنا اتشبعنا بحياه كعبة كثير شديد في 30 سنه فاتت دي يا أروى. لكن يعني احنا بنتمنى كده ان يعني الجيل الجاي ده كده ينعم بسودان نظيف جميل بيشبهه السودان يكون يعني كده مناره لكل العالم كده يعني. بس حاليا كده يعني في دول كثيره جدا الناس بتتكلم عن الثوره السودانيه وهي مضرب مثل في دول كثيره جدا. يعني نرجع ونقول تاني ربنا يرحم الشهداء اللي هم سبب واساس في التغيير اللي احنا موجودين ده ونحن في الاخر كلنا مناسبه الدنيا دي فايتنا كلنا حنحقق ان شاء الله وهم الكسبانين الشهداء الشهداء ان شاء الله الى الجنان ان شاء الله الخلود والخلد وان شاء الله نحن كمان يعني قبل ما ربنا يتوفانا يوم من الايام نطالب بحقهم نرفع راسنا باننا مع الحق والى الحق لان الله اسمه الحق ان شاء الله يا رب. دمتوا بعافيه ودمتوا بتفاؤل ان شاء الله. فريد شكرا انه الليله انا كنت معك في الجمعه ان شاء الله جمعه مباركه كمان عليك يا محمود ومنورنا الليله وان شاء الله ينزل سعر الذهب كمان عايزين ظاهر للحاجه دي. شكرا يا محمود شرفت ونورتنا الليله كده ربنا يديك الصحه والعافيه ويعافيك كمان يا رب. احنا كده حلقتنا انتهت كده. شكرا للناس اللي بيجوا يوم الجمعه عشان يشتغلوا صباحات سودانيه. شكرا لكم كلكم والله فريقنا الحلو شديد شديد شديد. في امان الله يديكم العافيه. باي. في حرمه الشهر العظيم حسونا زيكم فرقه.